النوسي فترة قصيرة جدا قدرت تدخل قلوب العالم وكلش حبوك، شلون جاي تتعامل ويا الجمهور ويا المتابعين ويا البنات ويا الجمهور؟ هو يضحك حبيبي لا تستحي البنات على لا تستحي هذا مسلم ترى يعني ما يخوف والله لا تستحي انا الجمهور كلهم اقدرهم واحترمهم طبعا جمهوري تمام يعني شلون اقول لك دخلت قلوبهم انا اشتهريت بما لحبه خوش هسه جابها اي حلوه لا حلوه خلي سولف يلا خلي سولف اسمع هسه انا حكيت لما قال لك سؤال حتى انا اتعارك اتعارك وياك يلا كمل ها دخلت قلوب العالم سكت خاف ولا خاف والله إيه؟ حرش اقول بهذا السؤال تمام زين ارد اسالك سؤال من صاحب قبل عليك من وصل لك كذا اخوي لا شلون صاي عليه شلون صاي عليه بعد اخوي تمام نوز خلنا نسمع منك شيء اسمع كيفك شنو هاي الفتره اغنيه حابها وتردد بيها اعرفك مو اعرفك مو الي ايه اللي الفنان رائد الناظري تمام يلا غدينا يا اعرفك مو حلو ما جوز من المويلي كلش مبتلي انا اللي يمشي بقلب محفظه عشان شلون تقول احبه هي الاغنيه طشيت ونحبت هوايه خاش زين سمع غيرها سمع غيرها ايه حزين حزين يلا ممكن بلا زحمه موضوعتي افتهمه تسمح لي بس كلمه من وقتك يا ريت محبوب واضح لي ما تقول لي شي مخلي انت بشار مثلي لو كان جديد الله 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 خطوه وحده تقربت جنه في وجهك شفت عجيبه عجيبه شنو بكم حلو قال بك سوا منو غريبه غريبه على فيها النوسي هلا هلا المسلم على مود يخيزني النوسي اريدك تستمر تمام وسمعت قريبا انه اكو عمل انت وعلي جاسم حصريا يعني مو ما طلع لك واحد مو قوي لا اكيد لا لو ما شايفه قام ما طلع شو وقت ينزل العمل والله ما ادري بيه سجلتوه يعني سجلناه اي يمنا يمنا هذا الموضوع النوسي ما يدري شنو الوجبه عادي عادي شويه من يم العمل يعني مرخصه علي جاسم عادي يصير مؤتمن؟ لا لا ها ما يصير؟ اي ما يصير والله شوي هيك بس الدفع لا ما يصير والله مفاجأة خليه تمام اكيد مفاجأة خليه